نعم، يعني الهدنة في يومها الثاني هذا اليوم أتاحت المجال لكثير من المواطنين بالبحث بين الأنقاض عن جثامين شهداء. أيضا هناك تم إيجاد أحياء تحت الأنقاض خلال يوم أمس وصباح هذا اليوم. أيضا أتاحت الهدنة للمواطنين أيضا باستقبال مواد غذائية ومواد طبية في محاولة منهم لاستكمال علاجات الجرحى المتواجدين في المستشفيات التي خرجت عن الخدمة خلال الفترة الماضية. هذه الهدنة أيضا كانت يعني ذات طابع جيد فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، حيث تم أمس الإفراج عن 39 أسيرة وأسير من الأشبال، أي البالغين الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما. هذا اليوم إدارة سجون الاحتلال أعلنت أنها ستفرج عن 42 من الأسيرات ومن الأسرى الأشبال أيضا من سجون مختلفة من سجون الاحتلال، مقابل أن تفرج المقاومة عن 13 أسيرا من الأسرى المحتجزين لديها في قطاع غزة. الهدنة بشكل كبير هي كانت ذات طابع جيد، من المتوقع أن يتم تمديد هذه الهدنة لأربعة أيام أخرى بناء على قائمة الأسرى التي أصدرتها حكومة الاحتلال، وعددهم 300 أسير في مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى من الإسرائيليين المتواجدين في غزة. الهدنة أيضا كانت لها طابع كبير في موضوع أن المواطنين يعني بدأوا يتنفسوا الصعداء، الخروج إلى الشوارع، محاولة الحصول على ماء، على غذاء، في الوقت الذي لم يكن هناك لديهم أي شيء في قطاع غزة خلال فترة الحرب المتواصلة أصلا على قطاع غزة. نعم سيد مراد، كما ذكرت هناك احتمال لتمديد الهدنة لأربعة أيام أخرى، كما لاحظنا أيضا عدم تسجيل أي خروقات لليوم الثاني من الهدنة بين إسرائيل وحماس، وأيضا إتمام عمليات تبادل الأسرى باليوم الأول بالشكل المتفق عليه. هل يمكن التأسيس على كل ذلك في نجاح هذه الهدنة وأنها لن تنهار، وأيضا من الممكن أن تمهد لهدن أخرى في المستقبل القريب؟ في هذه الحالة المقاومة ليست معنية بأن تنهار الهدنة، فبالتالي هي ملتزمة بشكل كبير في بنود الهدنة، لأنها ترى بشكل كبير أن الهدنة هي متنفس للمواطن الغزي الذي عانى منذ 48 يوم جراء عمليات القتل بشكل كبير. من جانبها أيضا إسرائيل غير معنية أيضا بانهيار الهدنة، لأنها هي بحاجة لها، لأنها لم تحقق نصرا كما وعدت جمهورها في الداخل بأنها ستعيد هؤلاء الأسرى بالقوة، فبالتالي هي الآن خضعت لرغبات وإرادة المقاومة، فبالتالي هي لم تستطع إعادة هؤلاء الأسرى إلا بالتفاوض بعد الضغوطات الكبيرة التي مارسها الجمهور الإسرائيلي تجاه إسرائيل لاستعادة الأسرى هناك، فبالتالي الطرفين هم معنيون أيضا باستمرار هذه الهدنة. موضوع الأربعة أيام الأخرى التي من المقرر أن تمتد، يعني هذه الهدنة تنتهي يوم الاثنين، هناك وسطات من قطر ومن مصر ومن دول أخرى لتمديد هذه الهدنة لأربعة أيام أخرى، فبالتالي إسرائيل تحاول إنجاز أكبر كم قدر من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة، لأنها فشلت بشكل كبير في عملية استعادتهم بالقوة. نعم سيد مراد، إلى أي مدى فعليا يمكن البناء على هذه الهدنة الراهنة لحشد المزيد من المواقف الدولية الضاغطة على إسرائيل للوصول إلى مزيد من الهدن وربما التوصل إلى حل سياسي ووقف لإطلاق النار؟ هناك مبادرات من قطر، هناك مبادرات من مصر أيضا في محاولة لإيقاف الحرب عند هذا الحد، لكن الحرب كما قال مسؤولون إسرائيليون بالأمس، صرح مسؤول إسرائيلي قال أننا بعد هذه الهدنة سنقوم باستئناف عمليات القصف والقتل في قطاع غزة لتحقيق أهدافنا. ما هي أهدافهم لا نعلمها نحن حتى الآن. إسرائيل أصبحت بلا هدف في قطاع غزة، الهدف الوحيد هو مزيد من عمليات القتل ومزيد ومحاولة تهجير المواطنين وقسم وعزل شمال غزة عن جنوبها، وذلك ما شاهدناه يوم أمس، حيث منعت كل النازحين الذين نزحوا إلى الجنوب من العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة. نأمل أن تكون هذه المبادرات بأن توقف هذه الحرب بشكل كامل، لكن لا ضمان هناك بشكل كبير لإسرائيل، لأن إسرائيل لديها مخطط بعملية التهجير وفصل شمال غزة عن قطاع غزة. أي محاولة تسوية سياسية في المستقبل هي محاولة
محاولة يعني من جانب إسرائيل، من جانب أمريكا فقط. لا يمكن أن يكون هناك تسوية إسرائيلية دون العودة والمشاورة مع الفلسطينيين أو الدول الإقليمية المعنية بالاستقرار في هذه المنطقة. سيد مراد، ماذا بالنسبة للجبهة الجنوبية للبنان؟ كيف تنظر إليها؟ وهل انعكست هذه الهدنة القائمة بين إسرائيل وحماس على الوضع الميداني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ في اتفاقية الهدنة لا أعتقد أنه كان هناك اتفاق مع لبنان بأن توقف هي أيضا ضرباتها باتجاه المستوطنات في شمال فلسطين، لكن باعتقادي أن أيضا حزب الله هو التزم بها تلقائيا في محاولة لتخفيف العبء على المواطن الفلسطيني والسماح له باسترداد أنفاسه. لكن الجبهة الشمالية بشكل عام هي غير مرتبطة بهذه الهدنة، ربما يكون هناك قرار فردي من قبل المقاومة بوقف عمليات القصف أو عمليات المقاومة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال. إسرائيل أيضا هي يعني إذا رجعنا إلى نتنياهو، هو معني بحرب في كل الصعد، سواء على الجبهة الشمالية أو استمرار الحرب في قطاع غزة، لأنه يرغب في الهروب من ضغوطات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشكل رئيسي. هو يرغب أيضا من الهروب من محاولة محاكمته لاحقا في قضايا فساد وفي قضايا مختلفة، لأنه في حال انتهت هذه الحرب تلقائيا اليمين الإسرائيلي المتطرف سينتهي تلقائيا وسيذهب نتنياهو إلى السجن، لأن هناك قضايا فساد ما زالت مرفوعة ضده. وبالتالي هو يحاول تسعير المنطقة على كافة الجبهات وعلى كافة الصعد في محاولة منه للوقوف عند هذا الحد وعدم إسقاط اليمين الإسرائيلي المتطرف وأهدافه في فلسطين بشكل عام. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي السيد مراد السبع، كنت معنا من رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة.